وحد الآن يعني ما فيش خطر انتشار الكورونا فيروس في الجزائر. يعني علاش الناس راح تدير قناع وتأخذ يعني حتى في خارج يعني الانفلونزا الموسمية ولا أي فيروس آخر، نظافة الأيدي يعني غسل الأيدي بالصابون والفريكسيون بالسوليوشن هيدرالكوليك، ويعني استعمال المنديل تاع اون بابي بور سو موشي ولا بور تيرنوي، تكفي بتقليص الانتقال الفيروسات من شخص الى شخص. ولكن حد الان ما فيش خطر باش الناس يعني يخافوا انتشار الكورونا فيروس، ما في اي خطر حد الان.